السلام عليكم. احسن ويكاند غادي يكون هو اللي غادي يكون عند اوان شعيب باحسن العروض، صولد خيالي ترموس غادي تاخذوا جوج ب 120 درهم 2400 درهم حصريا عند اوان شعيب لك هذا البراد دير لا طوندونس. الاخوان غنوريكم السلعه اللي جاو ليها الناس بكثره، غنوريكم الصود اللي جاو ليه الناس بكثره باش يستافدوا منه باش ياخذوا الهمزه عند اواني شعيب. هذا البراد هذا اللي كيبدا فقط ب 90 درهم 1800 ريال عوض 3600، غتاخذوا براد بريستيج فقط ب 90 درهم. وكاين عندنا هذا الموديل هذا اللي كيبدا فقط ب 1200 ريال 60 درهم. شوفوا معايا الاخوان الهاشوار فين هي الهاشوار اللي كنت حاطها دابا. الهاشوار كاين تفاعل كبير مع الهاشوار لانها لاول مره غتاخذوا هاشوار كتخدم بالضوء وكتخدم مانويل بالضوء وبلا ضوء. الثمن ديالها 140 درهم غتقدر تطحن بها كل شيء. اواني شعيب ترحب بكم الاخوان، اجوا تستافدوا من احسن صولد. الثمن ديال هذه 10 درهم، حتى هاد البونبونيغ 10 درهم، باكيه ديال الكيسان ديال المناضه وديال العصير 10 درهم. شوفوا معايا هاد الموديل الكيسان ديال اتاي، شكون اللي مازال ما خداش عندنا الكيسان ديال اتاي غياخذهم عند اواني شعيب ب 10 درهم. شوفوا معايا التويشيه ديال الصابون الثمن ديالها فقط 10 دراهم الاخوان الفرنك. اواني شعيب كيرحب بجميع الزبناء ديالنا الكرام على هذا البث المباشر. كاين عندنا الكوكوطات الاخوان، احسن كوكوطه الاخوان غتاخذوها عند اواني شعيب 5 اترو عوض 6000 ريال، غتاخذوها ب 199 درهم. اجوا الاخوان غدا ان شاء الله السبت غنحلوا من 10 الصباح حتى ل 10 الليل. تنقول لكم اجوا قبل ما تقاد السلعه، الناس اللي غاديين يجوا عندنا غدا السبت والحد المحلات اواني شعيب كتبوا لينا انا في لي كومونتير، بغيت نشوفكم كاملين في التعاليق. كتبوا لينا انا جاي في التعاليق الاخوان. كوكوط ديال 6000 ريال غتاخذوها ب 199 درهم 5 اترو، 3 اترو ب 160 درهم. شوفوا الترموس شحال واعره، شوفوا البيض شحال زوين ديالو، او مع هاد الريشه اللي هنايا وداك الشيء، داك الشيء رائع الاخوان. الثمن ديال هاد الترموس 90 درهم، ماشي وحده، جوج ترموسات ب 90 درهم، جوج ترموسات فقط ب 1800 ريال. كاين عندنا هاد المقراج ديال الضو تا هو قريبا غيتقادى الاخوان، سارعوا قبل ما يتقادى. الثمن ديالو 70 درهم، ايتيمات 1400 ريال، اما غيتقادى او ما غيبقاش ب 70 درهم. اللي بغى يستافد من البروموسيون ديال المقراج ب 70 درهم 1400 ريال يجي عندنا هذا الويكاند السبت والحد، غدا تكون نايضه ديال بصح. اواني شعيب تيقول لكم اجوا قبل ما تقاد السلعه، اواني شعيب تيقول لكم اجوا قبل ما يتقاد السولد. ويكاند مبلبل 70 درهم مقراج ديال الضو. ايوا الاخوان 10 درهم 10 درهم، شوف هاد البلاطو شحال زوين، غتاخذوه ب 10 درهم 10 درهم 10 درهم. هاد البلاطو 15 درهم ولا خدا جوج ب 25 درهم، وهذا الثمن ديالو فقط 15 درهم. كيف كتشوفوا بلاطو رويال غتاخذوه ب 199 درهم. شوفوا معايا ديال العطريه 2600، اللي كيخاف من الصدى ياخذ هذه ديال العود، الثمن ديالها 130 درهم. انا غنضرب لكم واحد الدويره في المحل دابا، بزاف اللعيبات ما كنوريهمش لكم لانني كنبقى نبازي على واحد العشرة ديال لي زارتيكل وهما اللي كنبقى نوريكم. انا قررت دابا باش ندور معاكم على المحل كامل، انا قررت دابا باش نوريكم السلعه الاخرى اللي ما كنوريكمش في اللايف، انا قررت دابا باش نشارك معاكم جميع المنتجات ديال اواني شعيب، ولكن بسرعه ما غاديش نفوت في هذا اللايف واحد 15 دقيقة فقط وغادي نساليه. هذا لايف بعجالة باش نقول لكم اجيو غدا السبت، اجيو غدا السبت لجميع محلات اواني شعيب. المحل ديالنا في المدينة جورة بنك المغرب، اللي وصل حدا كرة أرضية يسول على اواني شعيب، اللي وصل حدا البرنس يسول على اواني شعيب، وفي البرنوصي ورا النيابة القريعة الرحمة الرباط والحي المحمدي.
شوفوا معايا الاسبيراتور 199 درهم، شتوها 199 درهم. كيف كتشوفوا عندنا هاد الكيسان كيديروا 70 درهم 1400 ريال. شكون اللي بغى ياخذ الكيسان يجي عند اواني شعيب. 12 كاس غتاخذوه ب 70 درهم 1400 زيد. هاي الثلاجة ما شاء الله، شوفوا ما يمكنش نتصور لكم الناس كيفاش خداو هاد الاسد الثلاجة المتنقلة. حسنا سعاد كيفاش الناس خداو هاد الثلاجة بكثرة. حنا تنقول لكم الصراحة أكثر وحدة تبعت لينا هي 23 إطر، درنا ليها 199 درهم حتى لو موين ديالها خرجات، درنا ليها 150 درهم. الصغيرة ديالها كدير 150 درهم 130 ياك. صراحة ما تبعتش بزاف، ولكن جاو خداو الناس اللي كيبغيو يديروا الدواء، الناس اللي لأن كاين واحد الدواء ضروري كيخصو يبقى في الثلاجة. الوغ هادي جاو خداوها الناس اللي هكا كيكونوا خارجين خريجه خفيفه كيديروا لي كانيط ولا الدواء ولا هادي، الثمن ديالها 150 130 درهم. ايوا اجي يا رضا نوريهم داكشي اللي ما كنوريهمش. شوفوا معايا الترموسه صغيوره كدير 20 درهم 400 ريال. جبد لي القطاره ديال القهوه، جبد لي داكشي اللي ما كنوريش في اللايف، هذاك الشيء اللي عندنا ولكن ما كنوريهش. لا هادي ما بقاتش بلا ما نوريوها شي حاجه، ما بقاتش ما نوريوهاش للكليان. زيد شوفوا معايا التبصيل ديال الديسير، هذا تبصيل ديال الديسير كبير. لا 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 خليه ليا في بلاصته، خليه هنا خليه هنا باش تما كتمشي الكونيكسيون. هذا التبصيل ديال الديسير كبير ب 20 درهم. اعطيني الثمن ديال هاد القطاره القهوه اينوكس الصغيره شحال؟ شد معايا بحال هكا، هاد الصغيره غنديروا لها 60 درهم. شوفوا اينوكس الثمن ديالها ليكسوس 1200 ريال، كتطلع القهوه من داك الشيء الرفيع. اللي بغى يقاد المزاج ياخذ الصغيره ب 60 درهم. هايا بلاتي شحال كنا دايرين لها، شحال دور هنا شوف كنا دايرين لها 70 درهم، غنديروا لها 60 درهم ابتداء من غدا 60 درهم فقط، والمويان ديالها 70 درهم، والكبيره اللي كنبيعوا ب 100 درهم غنديروا لها 80 درهم. الكبيره اللي كنبيعوا ب 100 درهم غنديروا لها 80 درهم صافي، نقص لي الثمانات. حنا دابا قررنا باش اننا نوريو الجديد ونقصو في الثمانات. هاد الكيسان كاملين كيديروا 70 60 درهم، 12 كاس فقط ب 1200 ريال 60 درهم. اعطيني هاد الشبيكه ديال الخبز هادي، هادي كدير 50 درهم، هاد المربعه واعره. حنا كنتواجدوا في مدينه الدار البيضاء، عفاكم الاخوان انا كندور معاكم، بغيتكم كلشي يبارطاجي اللايف ويدير لينا جيم. رضا عافاك وريني هذا البراد، هذا زوين بزاف وريه ليا، جبد لي عافاك هذا البراد نوريه للكليان. شكون اللي غادي يجي عندنا غدا يكتب انا في التعاليق. السبت والحد كنحلوا من 10 الصباح حتى ل 10 ديال الليل، جميع محلات اواني شعيب في استقبالكم. الجاليه المغربيه فينكم؟ الناس اللي غيجيو عندنا خارج المغرب وكاينين دابا في كازا يكتبوا لينا انا جاي من فرنسا، انا جاي من طاليان، انا جاي من من اسبانيا. شاركوا معنا في التعاليق من اش من دوله كتسكنوا ومنين غتجيو عندنا. ارى لي هذا البراد، او ارى لي زز بشاخ، شوف لي النخوه، شوف لي النخوه ديال البراد، شوف لي الجماليه ديال البراد، شوف لي البريستيج ديال البراد، شوف لي التفاصيل الرائعه، شوف الخدمه كي دايره. شوف 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 وحده قالت لي انت كتورينا البراد وانا كنشوفك من المرايه. انا حاضيه المرايه. شوفوا معايا البراد شحال زوين الاخوان، واعر كيف كتشوفوا. كلشي بارطاجي اللايف الاخوان. اواني شعيب كيرحب بكم. رضا غتعطيني عافاك هذه زوينه كيديروا فيها الناس الزيتون، كونفيتور، الزبده، العسل، كنبيعوها ب 50 درهم. جبدها لي حتى هي، وريني داك الشيء اللي ما كنوريهمش. بقاو معايا الاخوان، انا جايه من العيون، انا جايه من طاليان، انا جايه من البروز، انا جاي من حد كرت. حد كرت واش بصح كاينه شي بلاصه سميتها حد كرت؟ كازا، انا جايه من بني ملال، يا سلام، انا جاي من الهراويين، انا جاي من طاليان، انا جايه من كازا.
زيد 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 كتبوا لينا منين جايين. اوه رائعه رائعه رائعه. شوف 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 زوينه خطيره الاخوان. شوفوا راها ديال هذا راه ديال البورسولين بورسولين ياك وكتغطى بالخشب. هاد الباك كامل عوض 80 درهم غتاخذوا غير ب 1000 ريال. زوينه كتجي في الطويبله واعره مع هاد البورسولين مع هاد الخشب هنا كتعطي واحد الجماليه زوينه في الطويبله وفي نفس الوقت عمليه. الثمن ديال هاد الباك كامل 50 درهم 1000 ريال. كدير في قنيطره 100 درهم. ما عرفتش اشني اللي كدير في قنيطره 100 درهم. اشني اللي كدير في قنيطره؟ اعطيني هاد الكاغاف عافاك شاو نبينو. كلشي بارطاجي اللايف غدا ان شاء الله السبت والحد نيضه. اليوم غادي تبرعوا مع اواني شعيب الاخوان. شوف البلاندر 170 درهم كطحن الثلج. البلاندر اينوكس 180 درهم. الهاشوار 140 درهم. لا مارك كرافت مانيال الكتريك فيها بزاف ديال الماس. العطريه 130 درهم. البراد 90 درهم واللي كبر منه 100 درهم وهذا كيدير 60 درهم. الفرفاره باليد 140 درهم. الباني جرانيت كبيره 180 درهم. 3600 لا مارك امبيريال. الباني بانيني اللي كتولي شويه 299 درهم. شويه ايتيمات 150 درهم. الثلاجه المتنقله 23 اترو 199 درهم. والكيسان 80 درهم. هادشي كامل اللي كتشوفوا هنا غتاخذوا فقط ب 80 درهم. وهاد الكيسان اللي هنايا غتاخذوهم غير ب 60 درهم. الترموسات كاينين ديال 90 درهم وكاينين ديال 120 درهم. المقراش كيبدا من 90 درهم 1800 ريال. القطاره ديال القهوه راني قلت لكم رجعنا باباها ب 60 درهم 1200 ريال. زيد شوفوا معايا الكاس ديال لافا الاخوان الثمن ديالو 40 ياك. اه هو 800 ريال. او كاس واعر كيعجبني بزاف. هاد الكاس ديال لاف كيعجبني بزاف لان عنده واحد ستيل وعنده واحد الزاج نقي وعنده واحد ديزاين واعر. الثمن ديالو 40 درهم. باكيه فيها 6 ب 800 ريال. يلا اللي بغى يتبوكس ليا على راسو يجي ياخذ عندنا هاد الكيسان ديال لاف. الشاريو 99 درهم. الشاريو 99 درهم. زيد كلشي 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 بارطاجي اللايف الاخوان. لو بارطاج بارطاج بارطاج. الثمن ديال هادي 5 درهم 5 درهم. ارى لي هذا ها هو الكاغاف كيرجع لكم من جديد عوض 2400 غتاخذوه ب 49 درهم وما كنرجعوش درهم. 1000 ريال غتاخذوا هذا الكاغاف عند اواني شعيب. فين جهد اواني شعيب؟ اين مدينه كوثر المرزوقي. الا ما كتعرفيش اواني شعيب راه ما كتعرفي والو. كتبوا ليها في التعاليق قالت لك هاد السيده كوثر المرزوقي كتقول لك فين كاين هاد اواني شعيب. انا غنعطيك تعريف ديال اواني شعيب من من موقع جوجل العالمي. اواني شعيب من اشهر المحلات اللي زازت في التاريخ ديال العالم والمغرب والعالم العربي. اواني شعيب الاكثر متابعه على مواقع التواصل الاجتماعي في الفيسبوك بحيث انه لديه اكثر من نصف مليون متابع على الانستغرام وقريبا غادي يوصل المليون متابع على مواقع الفيسبوك. ملايين المشاهدات على اليوتيوب. اواني شعيب المشهور في البيوت المغربيه والادارات المغربيه و هذا هو التعريف ديال اواني شعيب. شكرا. كمل معايا اخويا كمل معايا. 10 دراهم 10 دراهم 10 دراهم 10 دراهم 10 دراهم 10 دراهم 10 دراهم. انت قلتي عندك ب 50 درهم وانا قلت لك عندنا في قنيطره ب 100 درهم. مرحبا واقيلا هضرت على الفراق. جبد لي هاد الكاسرونات ديال الكرانيت الكوكوطات الاخوان. اعطيني يا اخي هاد الطاجين. شوف هاد الطاجين شحال زوين. هاد الطاجين كنبيعو جوج طواجن ب 25 درهم. زيد يا اخي زيد. هادشي زوين بزاف ما شاء الله. هادشي رائع اخويا. اثمنه استثنائيه جدا اثمنه رائعه. شوفوا معايا الكوفير الكوفير دو طابل فيه 36 6 العواشق صغار و 6 العواشق مويان و 6 العواشق كبار و 6 ديال الماس و 6 ديال الفرشيطات بثمن استثنائي حصريا عند اواني شعيب. يلا شكون اللي جاي عندنا غدا الاخوان؟
اواني شعيب غني عن التعريف. الله يحفظك اختي زينب ماغ ماغ، شكرا. احسن سلعه عند اواني شعيب، انا في العيون اوكي، عرفوك الناس كاملين هنا في العيون. يا حيا يا تحياتي يا تحياتي. واللي ما كيعرف اواني شعيب يمشي يموت. ديما شعيب الله يخليك لينا، شكرا. لا لا ريم لا ما يمشيش يموت. اللي ما كيعرفش اواني شعيب يتعرف على اواني شعيب، بالعكس لا حشومه ما نقولوش لهم نو حشومه حشومه. اواني شعيب معروف بزاف، فين كاين المحل ديال الرباط؟ جا حدا رومبو المنال. انا جاي عندك من سطات غدا، انا عايش معانا في الدار، انا عايش معانا في الدار، تحياتي للجميع. انا من نواصر اخوان، غدا ان شاء الله نتلاقاو معاكم. بغيت كل شيء يدير لي جيم وي بارطاجي اللايف الاخوان. غدا ان شاء الله نتلاقاو معاكم لايضه ديال بصح. بلاتي 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 بلاتي، شوفوا تبارك الله، شوفوا شوف 3500 واحد كتجي كتشوف اللايف هذه اللحظه هذه. هاو هاي الشيء، هاي 3400. شوفوا هاد 3400 كنطلب منكم حاجه واحده، بغيتهم كاملين تكليكيو على لايك مره واحده، كل شيء لايك مره واحده، لان هاد 3400 الا كليكات على جيم غدعم لينا اللايف، واللايف غيوصل للناس حرين الاخرين باش يجيو ياخذوا بكيه الكيسان ب 10 دراهم، باش يجيو ياخذوا هاد التويشيه ب 10 دراهم. شوفوا الرخه، شوفوا الرخه، كتشجعوا الناس يجيو ياخذوا الاواني المنزليه باقل ثمن، باش ياخذوا هذه ب 10 دراهم، باش ياخذوا بونبونيير برجيله ديالها ب 10 دراهم. يلا كلشي دير لينا هنا جيم لايك. يلا المتفرجين، شكون اللي كيقولوا متفرجين؟ كتقول امي نعيم هيك. يلا يلا المتفرجين 3700 تحياتي. شوفوا شوفوا كيفاش طلعت، شوفوا هي ولات 3700، كانت 3400 ولات 3700. ديروا لينا جيم وبارطاجيو لي اللايف من هنا. هاي هاي الشيء، هاي الفلاش هادي غتكليكي عليها وغات بارطاجيو اللايف. هاي هاي من هنا، هاي الشيء، هاي من هنا، كليكي بارطاج وصيفط لي اللايف لصحابك يا خويا. صيفط كلشي بارطاجي اللايف من هنا، كلشي كلشي بارطاجي اللايف، كلشي 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 الاخوان. اواني شعيب كيرحب بكم. شوفوا 18 واحد اللي مبارطاجي اللايف، 18 واحد. اجي نشوفوا شحال غتولي. ايا نجات بن سقرون كتبارطاجي اللايف، الله يحفظك ليا، شكرا لالا نجات بن سقرون. 18 ولا 39 سي. يلا كلشي بارطاجي لينا اللايف من هنا من هنا من هنا هنا هنا، كليكوا على بارطاجي الاخوان من هنا. 3400 واحد كتشوف اللايف، بغينا غير 100 منكم اللي تبارطاجي اللايف، وما تعكزوش علينا، بارطاجيو اللايف، دعموا اللايف. البارطاج ديالكم كيخلينا النمبر 1 في المغرب، البارطاج ديالكم كيخلينا دائما نجيبوا لكم الجديد ونقصوا لكم في الثمانات. كلشي بارطاجي اللايف. ها هي 130 درهم الصغيره، 130 درهم الموين، 150 درهم، والكبيره ديالها غتاخذوها ب 199 درهم، 199 درهم. زيد كاين عندنا المقالي حتى هما فيهم ثمن زوين، المقالي. شوفوا معايا هاد لي صوطات، شوفوا معايا هاد البلاطوات كيجيو زوينين في الكادوات. انا غندور معاكم على المحل، الناس اللي بغاوني ندير معاهم واحد الجوله. شوفوا معايا هاد الكيسان كيديروا 120 درهم، باكيه ديال الكيسان ب 2400، كيسان واعرين. عندنا الكيسان ديال 1200 زوينين، عندنا الكيسان ديال 70 درهم واعرين، عندنا الكيسان ديال 80 درهم خطيرين، وعندنا هذا الموديل كيديروا 120 درهم، 2400. واو عرفتي واحد الظهر البارح طنطني واحد البرد، والله ما بغى يفوتني. شوفوا معايا هاد البلاطوات شحال زوينين، بلاطو ديال الرخامه غتاخذوا جوج بلاطوات ب 70 ب 60 درهم، راه نقصنا لهم في الثمن. هاما بلاطو كيجي في لي كادو كتقدر تستعملو حتى انت، الثمن ديالو فقط 60 درهم، 1200 ريال. زيد عطيني هاد لي صوطاس عافاك ديال القهوه. كنبعد من هاد لازون كتمشي، كنبعد من هاد لازون كتمشي ليا الانترنت، اذا ما نقدرش نبعد. واخا مدخل الفايبر اوبتيك، الله يهدي اتصالات المغرب علينا وصافي.
500 درهم في الشهر كنبعد ليه كتمشي ليا الانترنت. الثمن ديال هذا 80 درهم، 1600 ريال كيف كتشوفوا. شوفوا معايا هذا ديال تركيا واعر الاخوان، الثمن ديالو فقط 80 درهم، 1600 بالطبيصلات ديالو بلي سوطاج ديالو. الكوكوطه الاخوان عوض 6000 ريال، غتاخذوا 5 ايترو ب 199 درهم. المقراج ديال الضو 70 درهم، 1400 قريبا غيتقاد في البروموسيون او ما غيبقاش هذا الثمن او ما غيبقاش هو. اجيو تاخذوا المقراج ديال الضو ب 70 درهم عوض 2600. الكاغف الاخوان غتاخذوه ب 1000 ريال. عافاكم نعطيكم النعت ديال المحلات ديالنا، ركزوا معايا مزيان. عافاك عطيني شي ورقه والسيلو. شوفوا معايا مزيان، انت شد معايا بحال هكا، شد معايا هكا التليفون. انت بالنسبه للمحل ديال اواني شعيب المدينه، ركزوا معايا مزيان. بلاتي لا، بالنسبه للمحل ديالنا في المدينه، جاف زنقه طاطا، كتبوا طاطا خلف بنك المغرب، بنك المغرب راه خطي زوينه كنزرب. شو اواني شعيب المدينه، جاف زنقه طاطا خلف بنك المغرب وخلف البرنس، اللي وصل حدا السينما اللي وصل حدا البرنس ولا بنك المغرب ولا جا حدا كره ارضيه يسول على اواني شعيب، حنا معروفين في هذه المنطقه ياك. هذا بالنسبه للمدينه، جينا في زنقه طاطا ومقابلين مع السينما ليتوسيا، معروفه حتى هي، او فندق المامون، اوتيل المامون ياك. بالنسبه للمحل ديالنا في الرحمه، جينا في التيرمينيس، ديال الطوبيس الرقم 50، هيا عقلوا على التيرمينيس ديال الطوبيس النمره 50 في الرحمه. حنا جينا في ديك الرومبوا، جينا لهنا الرومبوي هادي، حنا جينا هنا اواني شعيب الرحمه. بالنسبه للرباط شوفوا معايا، رومبوا المنال، حنا جينا في الصف ديال سناك انس، معروف سناك أناس، حنا جينا في الصف ديالو، واحد الشارع سميتو شارع المنزه بينا. بالنسبة للمحمدية، جينا في الجوطية ديال المحمدية، صف ديال مسجد مالي، سهلة، مسجد مالي. زيد ورينا الرباط الرحمه. دابا غنمشيو للبرنوصي، عقلوا معايا مزيان. بالنسبه للمحل ديالنا في البرنوصي، كاينه نيابه وحده في البرنوصي فقط، ما كاينينش جوج، كاينه نيابه، التعليم ديال البرنوصي، حنا في الظهر ديالها، اواني شعيب البرنوصي في الظهر ديال النيابه، ملاصقين مع استوديو ياسين. سهله. بالنسبه للقريعه، كاين الرومبو ديال مالي البونج، كاين واحد الشارع سميتو شارع بشعيب الدكالي، حنا جينا في داك الشارع ديال شارع بشعيب الدكالي. بقى لي الحي المحمدي، عندنا جوج محلات الحي المحمدي. الاولاني جا في الطلعه ديال القيصريه، والثاني جا في دوره المذاكره، معروفين. نعت كل شيء ياك، شكون نعت المحمديه
والمحل ديالنا في المدينه هو هذا. الناس اللي خارج كازا انا كنصحكم انكم تجيو لهنا. الناس اللي كيجيو عندنا من مراكش، من اكادير، من فاس، الناس اللي كيجيو عندنا من المدن بعيده، تنقول لكم هذا المحل ديال المدينه هو اكبر محل في محلات اواني شعيب. من هنا كنصحكم انكم تجيو تقداو وتستافدوا. بالنسبه للناس ديال البرنوسي يمشيو للبرنوسي، الناس ديال القريعه يمشيو للمحل ديالنا في القريعه، الناس ديال الرباط يمشيو للرباط، الناس ديال المحمديه يمشيو للمحمديه، الناس ديال الرحمه يمشيو للرحمه، واي واحد قريبه ليه شي بلاصه يمشي لها. الناس اللي كيجيو من خارج كازا، جديده، سطات، برشيد، طنجه، مراكش، فاس، كنصحكم انكم تجيو لهنا. المحل ديال اواني شعيب المدينه جا ورا بنك المغرب، ورا الكره ارضيه، ورا البرنس، كلكم كتعرفوا الكره ارضيه حنا في الدار ديالها حدا اوتيل حيت ريجينسي. هذا هو المحل ديال اواني شعيب المدينه، مرحبا بكم. غدا السبت كنحلوا من 10 الصباح حتى ل 11 ديال الليل، والحد غنحلوا من 10 الصباح حتى ل 11 ديال الليل. غادي ننصحكم وغنقول لكم اجيو تستافدوا من الصولد، اجيو تستافدوا من الهمزه. بزاف ديال اللعيبات قربوا يتخاداو، بزاف ديال التويشيات قربوا يساليو. علاش نقول لكم اجيو؟ هاد الثلاجات المتنقلين تقدروا الاثنين ما تلقاوهمش. انا تنقول لكم مازال عندنا لو ستوك، ولكن راه كاين احتمال يتقادوا في اي لحظه. كيف تقادات الفرفيره الكبيره فين هي؟ هاي هادي راه ما بقاتش، راه تخيلوا معايا الفرفيره الكبيره تقادات. يلا علاش ما بقيتش كنبينها في اللايف؟ وتنقول لكم سارعوا سارعوا، دابا الناس غيجيو لا غيتقلقوا منا. مي ديال 2600 باقا شي حاجه قليله، حتى هي قربت تقادا، وحتى ديال 2800 قربت تقادا. راه الناس ما شاء الله كتجي كتستافد من الصول. الناس من كيلقاو الرخاء ما كيبقاش يقول لك وتا السيمانه الجايه وتا المره اخرى. الناس كتلقى البروموسيون كتجي كتستافد. ثلاجه متنقله، الناس كيجيو نقول لكم الناس شنو كيجيو ياخذوا. الثلاجه المتنقله كياخذوا تبارك الله الترموسات على الانواع والاشكال، كياخذوا ديال 90 درهم، ديال 120 درهم، ديال 130 درهم. الناس كيجيو ياخذوا الكوكوطات، واخا سال العيد مازال الناس كتهز الكوكوط. كاين اللي كياخذ عندنا جوج يطرو، كاين اللي كياخذ خمسه يطرو، كاين اللي كياخذ تود. الناس تبارك الله كتاخذ المقراج ديال الضو بواحد الطريقه كبيره. انا شخصيا كنستعملو في الدار، عرفتي عملي وزوين ومهم في الدار. نهار غتشري المقراج ديال الضو غتقول علاش ما كانش عندي قبل. 30 ثانيه كيسخن لك الضو، 30 ثانيه كيقضي الغرض. داكشي ديال عمر مقراج، شعل البوطه، تسناها تسخن 30 دقيقه الا كان شويه الماء. الا كان الماء بزاف ما بين دقيقه حتى دقيقه و30 ثانيه، ها هو كيدير 70 درهم 1400 ريال. ايتيمات، جيرمان لاب، ولا ماركروش، كلهم كنبيعوهم لكم ب 70 درهم 1400. الناس كتجي تاخذ الكوكوط، الناس كتجي تاخذ البراد، الهاشوار ما شاء الله. الناس كيفاش جات خذات الهاشوار، هاشوار كرافت 140 درهم جوج يطرو، ها هي 3 يطرو 160 درهم، جوج كيسان جوج يطرو 170 درهم، جوج كيسان 3 يطرو 199 درهم. الاسبيراتور حتى هي الناس ما بقاتش باغا تسخسخ مع الشطابه، الناس ما بقاتش باغا تماره، الناس ولات كتشري راحتها. كاين شي وسائل غيسهلوا عليك الحياه اليوميه. الاسبيراتور غتركبها في البريز دوره وحده غتصب، غادي تشطب لك الزربيه كامله في ظرف ما كايناش حتى دقيقه. هاي كدير 199 درهم. البلاندر ديال العصير، الناس ما بقاوش باغين مازال يبقاو يطحنوه في العصير ويديروه في الثلاجه ويتسناوه يبرد. الناس ولاو باغين عصير يديروا معاه الثلج وفي البلاصه يعصروه ويشربوه. هاي بلاندر كطحن الثلج، الناس باغا تبرد الاخوان. الناس كتجي تاخذ الفرفاره، الناس كتجي تاخذ الكيسان، الناس كتجي تاخذ الترموسات، الناس كتجي تاخذ البلاطوات، الناس كتجي تاخذ الطباصل، الناس كتجي تاخذ كل شيء. الناس كتجي تستافد من البروموسيون ديال اواني شعيب. علاش؟ لاننا ارخص محل في المغرب كيبيع لكم الصولد والبروموسيون. ما سخيناش بكم، وعدناكم ان هذا الصولد ما غادي هذا اللايف ما يكونش طويل، غادي يكون بيع وجاله. لهذا جا وقت اننا غنقول لكم السلام عليكم، نتلاقاو معكم ان شاء الله غدا. حاجه وحده راه ما بارطاجيتوش اللايف بزاف، يلا 123 بارطاج، بقاو معايا الاخوان، ديروا لينا جيم،
ديروا لينا جيم الاخوان، جيم هنا 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 هنا، ديروا لايك 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 لايك، جيم كلشي يدير لينا جيم، وبارطاجيو اللايف لو ماكسيموم ديال البارطاج الاخوان، بغينا كلشي 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 من هاد الفلاش. طاقيو صحابكم في لي كومونتير، شوف انت ديروا هكا، ديروا اغوباس وطاقيو صحابكم، يلا كلشي طاقي صحابو في التعاليق، طاقيو لي صحابكم كلشي طاقي صحابو كلشي. الناس اللي يلا التحقوا بينا دابا اللايف، تقدروا تعاودوا تفرجوا من البدايه ديال اللايف باش تشوفوا اشنو وريناكم واشنو بارطاجينا معكم. شكرا لكم. غدا غدا الحد، غدا السبت والحد، العشرة الصباح ل 11 الليل، جميع محلات اواني شعيب مفتوحين. اجيو الاخوان قبل ما تقاد السلعه، اجيو قبل ما تقاد الصود. الناس اللي غادي يجيو عندنا غدا السبت يكتبوا لينا انا في التعاليق، نقرا التعاليق ديالكم الاخوان قبل ما نحبس اللايف. الناس اللي غايجيو عندنا غدا يكتبوا لينا انا في لي كومونتير. البلاندر ديال كاس جاج كدير 170 درهم، كاس اينوكس كدير 180 درهم، البراد 90 درهم، بريستيج اينوكس 60 درهم، الباني 180 وديال الشوا شي كتولي شويه 299 درهم، شويه ايتيمات 150 درهم، ثلاجه 23 لتر 199 درهم، الترموسات البراريت الصوت ديال 10 درهم توا تبارك الله كاين. هذا هو المحل ديالنا في المدينه كيف كتشوفوا، اواني شعيب الاخوان تبارك الله. الناس غيجيو عندنا. السؤال الثاني كتبوا لي، انا غنبقى نسولكم وانتم جاوبوني، كتبوا لي اشنا هو المحل اللي غتجيو تقداو منه؟ واش غتجيو عندنا للمدينه ولا الرحمه ولا البرنوصي ولا الحي المحمدي ولا المحمديه ولا القريعه ولا الرباط ولا المحمديه ولا هنا في المدينه؟ كتبوا لي اشنو هو المحل اللي غتجيو عندنا تقداو منه. الاسبيراتور الاخوان قلنا لكم 199 درهم، رائعه. الصينيه ديال الفضه رويال غنديروا ليها 199 درهم، حتى هي كبيره كتهز تبارك الله 12 كاس او 24، كتهز براد كبير. الكوفير دو طابل 750 درهم، الكيسان الاخوان غتاخذوهم ب 25 درهم، 500 ريال. انا تنقرا التعاليق ديالكم، انا غنجي نهار الحد من افران مرحبا، انا جايه من بني ملال مرحبا، زيد جنات غتجي تقدم من الرحمه، نعيمه غتجي للرباط، زيد زيد ملك غتجي للبرنوصي، هذه 25 درهم. الكيسان قلنا لكم الاخوان 70 60 درهم، عندك تمشي ليا الكونيكسيون الا تبلوكا اللايف عرفوها الكونيكسيون مشات ليا. كلشي هنا 70 60 درهم، اللي بغيتو ب 1200، كلشي كلشي 1200. زكيه غتجي للرحمه، الزهره غتجي للبرنوصي، مجده غتجي للبرنوصي، وعندنا الناس ديال البرنوصي اللي موجودين تبارك الله، الناس ديال البرنوصي متواجدين بكثره في اللايف. ايوا الناس ديال الرحمه وديال المدينه وديال الرباط وديال القريعه وديال المحمديه وديال الحي المحمدي، فينكم الناس اللي غيجيو للمحمديه؟ يكتبوا لنا المحمديه في التعاليق. الناس اللي غيجيو للمدينه يكتبوا لنا المدينه في التعاليق. شاركوا معنا الاخوان. ها هي سامر، سامر غتجي للمدينه. زيد كاين عندنا هاد الكيسان ديال اتاي 10 دراهم باكيه، اللي حنا في كازا هاد القراعي ب 10 دراهم. اواني شعيب الاخوان كيرحب بكم، كنشكركم بزاف على المتابعه ديالكم. كتبوا لينا في التعاليق امتى غتجيو عندنا، واش غتجيو عندنا السبت ولا الحد ولا الاثنين؟ عفاكم بغيت نعرف امتى غتجيو عندنا تقداو، امتى غتجيو تستافدوا من الصولد من محلات اواني شعيب. طارق غيجي للمدينه، سامر غتجي للمدينه، حمزه غيجي للرحمه، سامر كتكتب المدينه المدينه المدينه، فؤاد غيجي للبرنوصي، تحياتي عزيزه غتجي للمدينه. كتبوا لينا واش غتجيو عندنا السبت ولا الحد، اشنو هو النهار اللي غتجيو تقداو منه عندنا؟ وصراحه هذا الويكاند غادي يكون احسن ويكاند،
عامر بالعروض، عامر بالبروموسيون. مرحبا بكم الاخوان. سمير غتجي عندنا من باريس، طارق يجي عندنا غدا السبت، طارق الديف تحياتي خويا طارق. سمير غتجي عندنا السبت. يلا كلشي شارك معنا في التعاليق. زكية غتجي عندنا نهار الحد البرنوسي، جاوبات على الاجوبه بجوج، امتى غتجي وفين غتجي؟ زكية غتجي للبرنوسي، لبنى غتجي للبرنوسي. واش على الناس ديال البرنوسي اللي كيشريو الموان؟ برنوسي 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 برنوسي، صافي سيروا شوية للحي المحمدي، المحمدية، القريعة، الرباط، المدينة، أجيو للمدينة. لا تبارك الله البرنوسي عنده كليان ديالو سبيسيال، برافو. هادشي تيكون من المعاملة، من لو سيرفيس، من الخدمة، من بزاف ديال الحوايج اللي كيخليو أن الناس يفضلوا واحد المحل معين. غدا غنمشي للبرنوسي، مرحبا. السبت غنمشي للحي المحمدي، تحياتي. ولات كي ولات كوزينتي عروسة، يا سلام كلمة زوينة، ولات كوزينتي عروسة بأواني شعيب. بغا تقول زعما ليلى غتجي للبرنوسي، بهيجة غتجي نهار الحد للمدينة، عندك الجودة. شكرا. واخا اكتبوا لينا واش غتجيو تاخذوا البلاندر ولا الهاشوار ولا البراد ولا الفرفارة ولا الكوكوط ولا الترموسات ولا الكيسان. اكتبوا لينا اشنو معولين تجيو تاخذوا عندنا، اكتبوا لينا في التعاليق اشنو معولين تجيو تجيو تشريو عندنا. كنبغي نقرا التعاليق بزاف، كيعجبوني التعاليق ديالكم بزاف. غنجي عندكم من فاس نهار السبت، مرحبا. المهم الاخوان باش نختم هذا اللايف، تنقول لكم مرحبا بكم. انتم الان مباشره من محل اواني شعيب، هذا هو ارخص محل في المغرب، غتقدر تشري منه السلعه والماعن والصولد. تنقول لكم مرحبا بكم. السبت والحد غنحلوا من 10 الصباح حتى ل 11 ديال الليل. اجيو تستافدوا من الصولد، اجيو تستافدوا من البروموسيون والهمزه. ارخص محل، اجيو اجيو قبل نفاد المخزون. ايوا الاخوان ما سخيناش بكم، شكرا لكم على المتابعه. الناس اللي يلاه التحقوا بينا عاودوا تفرجوا في اللايف من الاول، ولا سيروا تنعسوا باش غدا ل 10 الصباح تكون عندنا هنا. راه ل 10 الصباح كتكون الدنيا خاويه، ل 10 ل 11 12 ل 1 2 3 كتكون كيكونوا محلاتنا خاويين من 10 الصباح تقريبا حتى 6 ياك. من 10 الصباح اللي بغى يجي يتقدى ويلقى المحل خاوي ويلقى فين يتقدى على خاطرو، ويلقى الوليدات زعما هكا يقدروا يوفروا لكم السلعه اكثر ويعطوكم الثمانات ويجبدوا لكم داكشي. راه المحلات اواني شعيب فهاد الصيف كتكون خاويه من 10 الصباح حتى 6 العشيه. الناس اللي كيبغي يتقدى في ما كيبغيش الزحام، ولا ما كيبغي كيبغي يلقى الدنيا مرخوفه وكيبغي يلقى الدنيا خاويه، جيو عندنا من 10 الصباح الخمسة العشية. وحنا راه كنبقاو حالين حتى ل 11 الليل، وكاينين ناس كيفضلوا يجيو في البرودية، كيبغي حتى تبرد الدنيا مع ديك السبعة الثمانية، حتى يبرد الحال عاد باش كيبغي يجي، حتى هو تنقولوا ليه مرحبا بك، راه تنسدوا حتى ل 11 ديال الليل. شكرا، كلشي بارتاجي اللايف، وغدا نتلاقاو معكم من 10 الصباح حتى ل 10 الليل حصريا عند أواني شوية.